انطلاقا لما يشكله قطاع النقل والمواصلات كركيزة أساسية في عمليات التنمية والتطور العمراني الذي تشهده الدولة، وبذات الوقت يخدم متطلبات استضافة مونديال كأس العالم فيفا قطر 2022. قامت وزارة المواصلات بعمل مسوحات ميدانية على الشبكة التي تم تحديدها كشبكة الطرق الرئيسية TRN لتوفير خدمات النقل خلال فترة كأس العالم 2022 بشكل فعال واقتصادي ويلبي حجم الطلب على النقل، ومنها على سبيل المثال محور صباح الأحمد وطريق إدخان وشارع الوعب وطريق الخور الساحلي. كما تم التنسيق مع العديد من الجهات المعنية مثل قطر للسياحة ووزارة الخارجية ووزارة الداخلية والهيئات التنفيذية بشأن تحديد أماكن ومواقع اللوحات الإرشادية لتوجيه وتشجيع السياح للوصول إلى وجهتهم بأمان والتعرف على ثقافة وتراث الشعب القطري. ويأتي ذلك في إطار اختصاصات وزارة المواصلات في المحافظة على مكتسبات واستثمارات الدولة الضخمة في البنية التحتية لشبكات الطرق والنقل. ومن هذا المنطلق طورت الوزارة من خلال قطاع شؤون النقل البري البرامج والأنظمة اللازمة لجمع المعلومات والبيانات الفنية والهندسية لشبكات الطرق والنقل من خلال أجهزة المسح الميداني ذات التقنيات العالية جدا والأولى من نوعها في المنطقة. وتشمل تلك المسوحات على جارت كامل لوصول الطرق والكشف عن العيوب على مسارات الطرق وعلى الجسور والأنفاق والتقاطعات، حيث يتم تحليلها هندسيا وفقا لأفضل المعايير والمواصفات ووضع برامج وأولويات تحديد أعمال الصيانة اللازمة وموافاة هيئة الأشغال العامة بها لتنفيذها في الأوقات والأولويات المحددة من الوزارة.